هذه المنصة إن شاء الله بعدما تطلعون عليها ستجدون إن شاء الله أن فيها نوع من التفاعل. هي ليست فقط يعني منصة موقع، وإنما هي يعني يكاد تكون بوابة فيها كثير من الخدمات، فيها يعني كورسات تدريبية مسبوقة الدفع، فهي موفرة للأخوة سواء الناشئين أو الراشدين من الراغبين في البحث عن وظيفة، وكذلك فيها يعني قدرة على بناء السيرة الذاتية للشخص، بما في ذلك أيضا توفير مجال للكوتشنج أو التدريب مع أشخاص خبراء في مجالات مختلفة. خطى ستقدم إضافة نوعية في توجيه الطلاب والباحثين عن العمل إلى الخيارات المهنية المناسبة واللي تتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. في الحقيقة بناء هذه المنصة كما يظهر أمامكم تكون من يعني ستة أركان أساسية. ركن يتكلم عن الجامعات وبرامجها الدراسية والمعاهد التدريبية، وركن يتكلم عن المهن والوظائف، وركن يتكلم عن المهارات المستقبل كما هو يظهر أمامكم، وركن يتحدث عن الأدوات والدورات التدريبية، وأخيرا المصادر في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم سعيد بوجودي في حفل تدشين منصة خطى التي يشرف عليها البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع الشركاء. طبعا هذه المنصة مهمة جدا للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية، وأيضا للباحثين عن عمل، حيث تقدم الكثير من الدورات التدريبية وأيضا عن مهن المستقبل. طبعا مكونات المنصة حقيقة شاملة وكاملة ومتكاملة، لا تقتصر فقط أيضا على يعني المهن، وإنما أيضا الدورات التدريبية التي يمكن أن يأخذها الباحث عن عمل أو حتى الطالب سواء كان طالب المدرسة أو الطالب الجامعي، بحيث أيضا تسقله وأيضا يمكن يحصل على شهادة في هذا الجانب. فحقيقة منصة وطنية رائدة، أتمنى إن شاء الله للجميع أن يستفيد منها سواء كان طلبة المدارس أو طلبة الجامعات أو أيضا الباحثين عن عمل. بالنسبة لنا في وزارة التربية والتعليم طبعا هذه المنصة جدا مفيدة، لأنها أيضا في نطاق عملنا فيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد المهني.